الليلة بحر يا جماعة كانت عبارة عن يوم قيامة غايم بذاته. الليلة بحر براحة، الليلة فيها جغم ما طبيعي والله العظيم، أكتر من 300 و400 دنيا زايدة. أنا قلت لك بالمئات قبل بحر. الليلة كان فيها شغل عجيب جدا جدا جدا. سلاح الإشارة جاهز، الكدر جاهزة، الحطاب جاهزة، كلهم جاهزين، حتى القوات القاعدة في مستشفى الأمل وفي المنطقة الصناعية كلها شغالة. ما تسمع كلام والله، ما عنده، ما في اي حاجه، ولا لم ينجح احد. الجنجويد لم ينجح احد، رسوب عام، اي حاجه مد راس انجغموا. لكن قسم بالله العلي العظيم، الناس ديل زي ما الناس اتفاجأت بهم في ام درمان، وام درمان اتحررت اقل من 15 يوم، الناس ديل حتتفاجأ في بحري، وحتتفاجأ في الخرطوم، وحتتفاجأ في مدن وفي الجزيرة، أن الناس دي عبارة عن حلاوة قطن، هواء تاخدها في الخشم طوال تزوم، ما في شيء. أنا أكذب عليك، أقعد أغشك أقول لك دي بيواجهوا، والله لا هم بتاع اندواس، ولا هم رجال ممكن يلاقوك يقاتلوك، ولا هم من الرجال اللي ممكن يواجهوا جيشنا. دي الحاجة دي تاخدها في راسك. جيشنا مدرسة غايمة بذاتها، جيشنا مدرسة غايمة بذاتها في الوطنية وفي الأخلاق وفي الرجال وفي الفروسية وفي العزة وفي الكرامة. الحواضن في شرق النيل، الشغل الليلة تم، ده دي البداية، دي البداية، ودي المسيرات البداية، ولسه جايكم التقيل جاي ورا. الآن بحري يا جماعة ما في حاجة، بحري الآن أغلبيتها جيش، بتتنفس جيش بحري كاكي أخضر. الجنجويد، الناس اللي بيجوا الجنجويد اللي بيجوا دارين يفتحوا طريق بأي وسيلة عشان يدخلوا المصفى، ينقذوا جماعتنا اللي هناك، عشان يوصلوا امداد هناك، وجماعتنا اللي هناك منتهيين، راقدين سلطة، راقدين سلطة، ما عندهم اي لا حول لهم ولا قوة. دارين الناس البرة ديل يوصلوا لهم امداد جوا او يفتحوا لهم طريق، وكدروا رافع التمام، ولا نملة قالت ما بتخش، كدروا ولا نملة قالت ما بتعبر. شير يا جماعة، شير ملصقات، ولا نملة ما بتعبر. الحكاية والرواية انتهت. أنا قبل أيام، قبل 3 يوم، قلت لكم خبر هنا في اللايف، قلت لكم 20 شاحنة في الزرق، يا دوب الليلة الإعلام طلعها وجابها في قناة الجزيرة، وواحد كاتب. أنا كلمتكم قبل 3 يوم، قلت لكم 20 شاحنة من الدويلة، أرجع لصفحتي بتلقاها مكتوبة في البوست، وقلت لكم في اللايف 20 شاحنة مليانات طيران مسير حديث، 20 شاحنة مليانة قواعد بتاع الطيران مسير، وغرف بتاع الطيران مسير، ودعم تقيل جدا كانت جات الزرق، واتجغمت في الزرق قبل يفكوا أكياسها، قبل ما تنزل وتتخزن، قبل ما الشاحنة تقيف، كلها دنيا زايلة. اسمع الكلام ده كويس، كلها دنيا زايلة. الطيران المسير المشوا جابوه وخسروا فيه مليارات المليارات، انجغم قبل ينزل الواطة، عشان ما تسمع يقول لك والله عندنا طيران مسير وجابوه لينا وفي في ده كله كلام ما عنده أي قيمة، ده كلام طلص، ده كلام نفاق، ده كلام بتاع لعب ساي. الطيران المسير جا كله انجغم، ال20 شاحنة انجغمت كاملة، طيران نتفريشة في الزرق، جلد جلد صح متابعة. أنا قلت لك الآن السودان عبارة عن شاشة بتاعت، ما شاشة بتاعت تلفزيون كبير، لا لا، شاشة بتاعت تلفون صغير، تلفون صغير. ده السودان الآن بتلقى في غرفة السيطرة عبارة عن شاشة صغيرة، هذيك نملة ماشية بهناك، نخليها ولا نخليها تكبر تاكل ملبن؟ يا هنداك حمار بيرفس، نخليه ولا نخلنا نودي له؟ يلا خليه. يا هنديلك 3 جنجويد متماسكين هبل عورة داخلين، نبلهم بلوهن هناك، في شاحنتين جايات من هنا، نبيل ده الشغل الآن. أنا بقول لك الحقيقة، ده الشغل. الخلى الدويلة بتاعت الشر تصرخ، الخلى القحاطة يصرخوا، الخلى المجتمع الدولي يصرخ، أنه الآن الغوضة الأمنية والاستخبارات العسكرية والتحكم في الفضاء السوداني أصبح بدرجة امتياز، أصبح بدرجة امتياز. ودي الحقيقة، دي الحقيقة، الحقيقة اللي قهرتهم وقهرت الدويلة وقهرت القحاطة وقهرت الناس المتعاونين معاهم وقهرتهم كلهم. الآن هم مقهورين ليه؟ لأنه عارفين ما في إمداد، الطيران الآن مفتح،
قدروا ما حاولوا يجيبوا ويصوروا وخدتوا لك جثث ويجيبوا ويقول لك الحق ووقفوا الطيران، ما في نفس. ده دولة، احنا ده امن قومي، ما في العالم بيقدر يوقف طيراننا، ولا في العالم بيقدر يتدخل فينا، ولا في دولة في العالم ممكن تفرض علينا وصاية. احنا شعب احرار، ودي دولتنا حقتنا، وطص والعداد يرمي والماء عجب ويشرب من البحر، لاننا نحن الحد الفاصل بيناتنا الحاجه اللي حصلت. ما في سوداني ابن حلال بيرتضي بانه الدويله بتاعت الشر تدم البلد وهو قاعد ياكل فيها ويشرب، يقول لك انا مغترب. مغترب وين انت؟ ولا خايف على وطنك، خايف على رزقك، خايف على انك انت حياه الرفض. دي الحقيقه يا جماعه، ده الوقت الان، ده الوقت اللي بيظهر فيه معدن الرجال. عندكم قدام عينكم الحق باين، والدولة اللي قاعدين فيها بتاعت الحرام دي يا هل بتدمر فيه وتختصب في الحرائر، يا هل بتجيب في المستعمر من برا، يا هل بتدمر في بلدنا. دوركم شنو كشعب سوداني مغترب هناك بتجمعوا القروش وتاكلوا فيها؟ والله العظيم ما في عذور، ما بتلقى ليه ما في عذور. ودي الحقائق. الدويلة بتاعت الشر الآن سامعين خبر ماشية تشتكي مالها، قالت بيتهموني. لا بالله، لا بالله، والله ما وهو الغلط، ما ما ما, ما غلطك، الغلط غلطنا نحن، غلط القيادة حقتنا. القيادة حقتنا لو كانت قطعت العلاقات وطردت السفير ووقفت وقفة بتاعت، ما كان الكلام ده هسه حصل. لكن ده نفس في قيادتنا للأسف، دي صغرة جوا قيادتنا فوق، دي حاجة احنا ما فاهمينها للآن، ولا قادرين نلقى لها مترجم يترجمها لنا فوق. ده كلام عشان كده لكم الحق تمشوا تشتكوا، ولكم الحق تمشوا تقولوا. ولو شاء وان شاء الله باذن الله يوم من الايام والله العظيم غير نجيب حقنا بيدنا منكم، والله ما عندنا. ولو طال الزمن مليون سنه، لاننا نحن اللي اتعمل فينا ده ما بنسامح وما بنغفر، وما في زول بيجي يغشنا يخدعنا، وما في زول بيجي يجيب لنا الشيطان يجيبه لنا يقول لنا ده ملاك. مستحيل الشيطان يكون ملاك، الموضوع ده خلصان، الموضوع ده خلصان. عشان كده بنطالب قيادتنا، بنطالب قيادتنا، بنطالب البرهان مرة واحدة في حياتك أقيف، مرة واحدة في حياتك أرفع راسك وأقيف. أنت غايد بتاع جيش عظيم، أنت غايد بتاع جيش عظيم، ما تقعد تدنقر وتدفن دقن. الناس وعت يا سعادة البرهان، انت عمل لنا خطوة، دينا عمل لنا وهمة في شكل قلبة، عمل لنا وردة، عمل لنا اي لقطة، عمل لنا حاجة من اللقطات اللي بتصير الشغلة، عمل لنا مشهد تخلي الناس تقول هاي ده البرهان. اعمل حاجة ساي تخليك ساي نقول فيه وقفوه في امل. الشعب السوداني بيعرف انه في خطوات تقدمي، لكن مستحيل انا اكون مجرم وبجيب السلاح وبحرك في بلد كامل واغتصابات و 13 20 مليون مهجرين ونازحين والسفير قاعد في بورسودان. اقسم بالله ده اكثر انحطاط اخلاقي في تاريخ السودان، ده اكثر ناس عدم رجاله لم نشاهدها. والله ما حصل لقينا عدم رجاله في السودان كثر ده. يا اخي معقوله قاعدين ولا بتقطع علاقات ويجيبوا ويقول لك احنا ودارين يمشوا دخلوا تدخلون في جدة؟ أنا مش بشك، والله العظيم أنا بعد الشك تاني حيفوت الشك هناك، حيكون متأكد وواثق، لأنه مستحيل أقعد أصدق ده غايد بتاع دولة وديل الأعداء بتاعين الدولة. أنا أشوف الصومال اللي عندها جيش ولا عندها حاجة، لقت الناس ديل دارين يسرقوا المواني طوالي قطعت لهم مع السلامة لغت العقد. في شنو؟ ما في شيء، موضوع انتهى. لك التحية بسينا، كلام جميل جدا فعلا. الجيش شغال جغم تغيل في بحري، وبعد ده تاني ما يفهم اسم دفاع، هجوم بس وبل تغيل، وفي دنيا زائلة كتير، ومنطقة شمال البحر برضو محاصر حصار كامل، وجنجويد دي ما في اي امداد يجي يخش لهم، والحمد لله استخباراتنا العسكرية الان شغال بكله. تاني ليه زمان ديك التكاسل والتحاول داك ما في اي امداد تخش لجنجويد، يعني تخيل 20 جرارة دي كلها مليانة مسيرات جديدة وحديثة، دي إذا كان جات خشن تكون مشكلة. أنا أسي دي ورد زمان دي التوابير الكثير كان يعني في كل الوحدات في الاستخبارات وفي الغاد الجيش والغاد بتاع الوحدات دي، لو زمان كان بيجي بخش. فالآن الحمد لله موضوع مستحمل الجنجويد ديل
انتوا ده مؤسسة بتاع مؤسسة الدولة، مؤسسة كاملة، وما ما هتقدروا تعمل اي حاجة يعني. الاستخبارات دي منكم وفيكم، وما هتقدروا تعرفوا وما تقدروا تعملوا اي شيء. بالنسبة للسودانيين اللي قاعدين في الامارات ديل نازل كأنهم اللي بيحصل في سودان ما بعينيهم، والله شغالين هناك وشغال لايفات وشغالين مستمتعين كأنه شغل قاعد في السودان، ما بعينيهم انه قاعد حارب بين كيزا سليب وتالي في السودان، لكن ما قدر يدفع طبعا. وزي ما قلت انه كل شيء له ثمن، ده دوركم بعد ده انتم لازم تدفعوا ثمن. اتخارجوا من بلدي والله احسن لكم بكرامتكم كبار ترضوكم. اي زول عاش في الامارات يقدر يعيش في اي دوله ثانيه. ولا في لان شغل بالامارات دي زي ما مثلا بيقولوا دقاني وبكى وجرى اشتغل. الامم المتحده ذاته عارف الامارات قاعده تدعم الميليشيات دي، معظم المنظمات الدوليه الداعمه للتمرد دي ادله موجوده كثير انه الامارات هو اللي قاعد بيدير الحرب، هو الداعم للحرب، هو سبب استمرار الحرب في السودان. لكن الاماراتيين دي للاسف انتم ما فهمتوا اغلية الشعب السوداني. السودانيين دي يا اخوانا ما زي بقيه الدول دي انت اللي قدرت عليهم دي، وبفضلكم انتم جيشنا ادرك اخطاء اللي قبله قاعد يعملوا ده. الان السودان ما من بعد 15 ابريل ما هيكون زي قبل 15 ابريل.